وهنكمل كلام عن يعني نوع من انواع الرياضه المختلفه، يعني بطبيعه الرياضه رياضه البوردز يعني، او الشطرنج اللي انطلقت بطولته في المدارس في نسختها الثانيه واللي بتشمل محافظات الجمهوريه بمشاركه اكثر من 300 لاعب من مختلف المحافظات بجميع المراحل العمريه والدراسيه. خلونا نعرف تفاصيل اكثر معانا عبر الهاتف دلوقتي الاستاذ محمد خلاف رئيس لجنه شطرنج او الشطرنج بالمدارس والجامعات بالاتحاد المصري للشطرنج. صباح الخير على حضرتك واهلا بيك. صباح الخير يا مصر، وهي دايما منوره بالنصر في ايام النصر، ودايما ايامنا تكون نصر ان شاء الله. ان شاء الله. صباح الخير يا فندم، خلينا نتعرف منك بقى اكثر عن تفاصيل البطوله دي، وكمان ازاي تم برضو الاعلان عن البطوله دي. الحمد لله وبفضل الله بتعاون بين وزاره الشباب والرياضه ووزاره التعليم، يعني قدرنا نعلن على المواقع الخاصه بيهم وقدرنا نوصل فاكسات لكل محافظات مصر. الحمد لله بفضل الله استجاب معانا، يعني حضر 347 طالب وطالبه من 16 محافظه، 118 من المرحله الابتدائيه و116 من الاعدادي و113 من المرحله الثانويه. والحمد لله كانت المنافسه كبيره جدا جدا ومتقاربه في عدد النقاط، لان من ضمن اللاعبين اللي كانوا حاضرين حققوا مراكز قاريه وعالميه على المستوى العالمي. الحمد لله التنافس والتباري كان يعني المنافسه جديده جدا، وكانت النقاط اللي حصلوا عليها قريبه من بعضها جدا جدا، يعني المراكز الاولى حوالي 7.5 نقطه كلهم، بس فرق ما بينهم حسم التعادل واللقاءات اللي تمت بينا، فبناء على ذلك تم الترتيب العام يعني على اساسه. هل في معايير معينه يا فندم يعني بتحطوها عشان يعني المشاركين في المسابقه، ولا يعني هل المراحل الدراسيه مثلا بيبتدوا من عمر كام؟ هو حضرتك احنا البطوله خاصه بالمدارس المصريه من مرحله الابتدائي اللي هي تعادل حوالي يعني من 6-7 سنوات الى مرحله الثانوي اللي هي تقريبا 18-19 سنه، دي خاصه بطلاب المدارس المصريه يعني المراحل الابتدائيه اعدادي ثانوي فقط، ويحق لاي لاعب سواء مصري او غير مصري المشاركه في هذه البطوله، بس يشترط ان يكون مشترك موجود بالمدارس المصريه، وبالتالي كان معنا يعني حوالي 2 أو 3 اشقاء سوريين. عظيم جدا. عايزين نتكلم بقى عن الجوائز التحفيزيه اللي بتركز عليها طبعا المسابقه دي، هتكون عباره عن ايه؟ ازاي بيتم تقسيمها؟ وهل برضو الفئات العمريه المرحله الابتدائيه بتتبارى مع بعض، والاعداديه نفس الشيء والثانويه نفس الشيء، ولا ممكن حد من تلميذ في الاعدادي يتبارى مثلا مع واحد في الثانوي او واحد في الابتدائي؟ تمام. البطولة دي حضرتك مفتوحة لكل الأعمار السنية والمراحل يلعبوا بعض. البطولة دي يعني مقيمة ومراقبة طبقا للوائح الاتحاد الدولي للشطرنج، وكل يحق لكل لاعب سواء ابتدائي أو ثانوي أو إعدادي يلعب بعضه بطريقة نظام سويسري. عبارة عن 9 جولات. أكثر اللاعبين كان عندنا نوعين من الجوائز، اولا جوائز ترتيب عام من الاول لحد العاشر، وعندنا جوائز اخرى لكل مرحله، مرحله تعليميه. الابتدائي بناخد 3 الاوائل بنين، وبناخد 3 الاوائل بنات في كل مرحله حضرتك، اي 18 جائزه بالنسبه للمراحل، 6 في كل مرحله في 3 و18، وعندنا 10 جوائز ترتيب عام لاكثر اللاعبين حصولا على النقاط بترتيبهم، يبقى احنا عندنا 28 جائزه. معظم الجوائز جوائز ماليه قيمه الحمد لله، وشهادات تقدير وميداليات للثلاث مراكز الاولى في الترتيب العام، وكاس البطوله للفائز طبعا على مستوى ده. عظيم جدا، عظيم جدا. الاستاذ محمد خلاف رئيس لجنه الشطرنج بالمدارس والجامعات بالاتحاد المصري للشطرنج، اشكرك شكرا جزيلا.